الحمد لله على سلامتك. تسلم. رجاءً قلنا إنه هو بخير. في رضوض بالقفص الصدري، بس وضعه مو خطير أبداً، رح يتعافى. ألف الحمد لله دكتور. أنا قلت لك إنه رح يكون بخير. بس الأفضل نخليه تحت المراقبة اليوم، وبكرة بنحكي بوضعه. ممنونك كتير دكتور. شكراً لك. لما ضربته بسيارتك طار عقلي من راسي. أنا ما كنت بوعي، كنت تعبان وطول اليوم وأنا عم سوق السيارة. من وين جاي؟ من أنطاكيا. بعيدة؟ بالعادة بنتبه بسواقتي، بس مريت بيوم سيء ويمكن شردت شوي. مو مشكلة، خلص انسى، المشاكل بتجي مع بعضها. لا تواخذيني، ما قدرت أعرفك على حالي. أنا فريد. وأنا عائشة. تشرفت بمعرفتك. وأنا كمان. بشوفك لكان. بشوفك فريد. استنى شوي. تقبل هديتي ليومك السيء؟ عزمتك على القهوة. انت بتحب القهوة؟ حبة، بس طبعا القهوة التركية السادة. وعنا قهوة مرة كمان، ومن أطيب الأنواع. طيب هذا الكرت تبعي. إذا بيوم من الأيام رحتي على أنطاكيا، تعالي لعندي لشربك قهوتي. تمام؟ تمام. أهلا وسهلا، تشرفت معلم. يعطيكم العافية. أهلين فريد بيك. أهلين فيك، كيفك؟ الحمد لله، طمني، أنت كيفك؟ منيح الحمد لله، تفضل. سنان. ها حبيبي. شوفي سنان. لك شوفي. شو رأيك لو قص شعراتي بكرة وبلا ما أجلها ليوم العرس؟ حسبنا الله ونعم الوكيل على هي القصة. مع أنه ما منعرف إذا رح يساوي العرس ولا لا، أشي مبين. لك شو هالحركات السخيفة هي؟ يمان شو خبرك؟ أنت ما عاد حكيت اللي شي مثل الأول. الولد ما عنده علم بشي، هاتي من إيدك. معناها الموضوع خطير كتير، مو هيك؟ لقيت تسلاية لإلك؟ لقيت تسلاية إلي؟ طلع فيني، أنا كنت هذا البيت، وبصراحة كتير زعلاني على حالتها لحماتي حبيبتي. مشان الله حلي عني، أنا كتير مشغول وبلا هي الحركات هلأ. صاير كتير عصبي وما بينحكى معك، يلا اشتغل كأنه حدا شايل لك قيمة. دخيلك يا رب يعطيني الصبر. لسه في شيء أخير. ها؟ إذا فريد وهاندا بطلوا يتزوجوا، سلطانة أزادة بتحرقنا كلنا. هن بيتخانقوا وبعدين بيتصالحوا، أنت لا تتدخلي ولا تضلي طول الوقت لعي 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 لعي. أنت هيك رأيك فيني؟ وقفي وقفي، شو عم تساوي بلا هي الحركات؟ أمي. برافو عليكم. ما ضل غير يومين للعرس، وأخوك هرب وما عم بيرد على التليفون، ونحن متوترين وأنتوا هون. أمي حبيبتي صدقيني، نحن كنا عم نحكي بهالموضوع. وقدرتوا تلاقوا حل؟ ضب غراضك يلا، حتسافر على اسطنبول، بتجيب أخوك وبتجي. في طيارة بتأقلع بعد ساعة ونص، استعجل. تمام أمي. في طيارة بعد ساعة ونص بتأقلع، استعجل. يا ربي شو هالوضع هذا، ما كان ناقصنا غير مشاكل هاندا. إن شاء الله لما فريد يرجع من اسطنبول تكون هاندا خانه وبطلت هالدلال هاد كله. خلص اسكتي، بكفي، روحي جاهزي لي الشنطة.